هكذا تحتفل طرابلس بعيد الفطر. وكما يستقبل الطرابلسيون شهر رمضان بالمناطيد المضيئة، كذلك يودعونه. تحفل الذاكرة الشعبية لطرابلس بعادات كثيرة لا يزال أبناء المدينة يحرصون على ممارستها. فللكعكة الطرابلسية مكانة مختلفة في أول أيام العيد، لا سيما تلك المعدة في أفران الحطب الشعبية التي يعود عمر بعضها إلى أكثر من قرن، وهي مكانة تتشاركها مع صحن الفول والحمص. الواحد بعد العيد متعودين نحن هون بطرابلس نجي متروق صفيحة وكفتة وحمص، متعودين كل سنة هيك. يعني نحن كلياتنا أنا وغيري مننطر العيد مناطرة لحتى نجي على مدينة طرابلس، على مدينتنا، تنعيد مع أهلنا، لأنه بعدنا منحس بالعيد، بفرحة العيد، بتقاليده. وهنا في ساحة التل التقينا أبو الزوز حلاق الشوارع كما تحلو له مناداته، يجوب منذ الصباح على دراجته الهوائية شوارع المدينة وأزقتها، ويقدم حلاقة العيد مجانا لمن يريد. أنا بنزل بنبسط بالناس، أحلى عيدية عندي إياها، بنزل بحلق لهم بالمناطق الشعبية، ما بخلي منطقة بطرابلس، رغم في ناس ما معي، وخاصة يوم العيد بقول لهم هيدي عيدية مني، ما بدي، كالونيا تظبيط، شعر مرتب، حلاقة كاملة. إلى الحمامات الشعبية الأثرية يتوجه أيضا كثيرون. هنا يستعيدون ذكريات مراحل الازدهار الذي عاشته المدينة من أيام المماليك، ويخطفون أثر حضارات كثيرة تعاقبت. تشق فرحة العيد طريقها إلى قلوب اللبنانيين رغم كل مشاعر القلق والخوف التي يختبرونها يوميا، قلق يتمحور حول أمنهم وأمانهم السياسي والمعيشي على السواء. رينا دويهي، العربية.